أشكركم على مرافقتكم لنا في إيداع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة سبتمبر 2024، وأشكر إخواني أعضاء الوفد المشكل لإيداع هذا الملف. نحن اليوم بفضل الله عز وجل أودعنا ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ملف يستوفي جميع الشروط القانونية المرتبطة بالوثائق والشروط المرتبطة بالتوقيعات والاكتتابات، اكتتابات الناخبين واكتتابات المنتخبين. كانت العملية ترتكز على مرتكزات ثلاث. المرتكز الأول هو الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها استحقاق دولة، استحقاق وطن، هو جمع التوقيعات من قبل الناخبين والمواطنين. وبهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر إلى كل الجزائريين والجزائريات الذين ساهموا معنا في الوصول إلى الحد الكافي والمضاعف من أجل خوض هذا الاستحقاق وخوض غمار هذه الانتخابات الرئاسية. سنخوض هذه الانتخابات من خلال برنامج اسمه وعنوانه ومضمونه فرصة. ستكون هذه الانتخابات في الجزائر فرصة للإصلاح، فرصة للتغيير، فرصة لتجاوز كل الإكراهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها البلاد في المراحل السابقة، فرصة إلى التطلع إلى مستقبل لهذا الوطن ضمن التحولات الإقليمية والدولية، وهو وطن محوري، وطن له دوره السياسي، وهي أيضاً فرصة للجزائريين والجزائريات لاستعادة الثقة بحكمهم وحكامهم، وهي فرصة أيضاً للجزائريين والجزائريات من أجل أن يتطلعوا إلى الجزائر التي حلم بها المجاهدين والشهداء وأسسوا لها حلماً في بيان أول نوفمبر 54 22 جويلية القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى خدمة البلاد والعباد. شكراً لكم، بارك الله فيكم، فرصة أخرى إن شاء الله.